بكره عنده مباراه مهمه جدا مع حرس الحدود، الاستعداد النهارده كمان اخير من خلال مران في استاد مختار التتش. عايزين نقرب من المشهد بشكل اكبر ونطمن بشكل كامل على استعدادات النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله تعالى. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من خلال ملعب مختار التتش وخلال كمان التدريبات الحاليه اللي بتقام في هذه اللحظات. يا فاروق اهلا بيك، وايه الاخبار عندك؟ طمنا. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق. ملامح المران ايه؟ ابرز الملامح النهارده. خليني في البدايه اقول لك يا امير، طبعا احنا داخلين على مرحله من اهم المراحل، مرحله حسم بطوله درع الدوري الممتاز. عندنا ثلاث مواجهات صعبه جدا ومهمه جدا، وبتبدا بغدا بمواجهه حرس الحدود ثم الاسماعيلي ثم الاتحاد السكندري. التركيز، الجديه، شعار لعيبه النادي الاهلي النهارده كان مران قوي من لعيبه النادي الاهلي قبل التوجه، يعني في الوقت اللي بكلمك فيه الفريق بيستعد ان شاء الله للتوجه والسفر الى مدينه الاسكندريه لمواجهه فريق حرس الحدود غدا باذن الله على استاد الماكس. زي ما قلنا المران انطلق يا امير في تمام الساعه الرابعه، كان في جزء الخاص بحراسه حراس المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير اللي ادوا تمرين اكثر من رائع وتمرين قوي جدا مع مستر ميكيلي يانكو مدرب حراس المرمى، ثم مستر فايلر والجهاز الفني. اختتم المران الرئيسي للفريق بتقسيمه ما بين الفرقتين في الملعب، ويعني واضح حاله الجديه اللي عند اللاعبين، وفي لعيبه بترجع يا امير. يعني انا عايز اقول لك برده من خلال قناه النادي الاهلي تقدر نطمن على حالة علي معلول، بيدخل خلاص ان شاء الله يكون موجود في القائمة غدا بمشيئة الله. أجاي، يعني عايز اطمن برضو الجماهير على أجاي والفترة الأخيرة ويعني مستوى أجاي. انا اقول لك النهارده أجاي كان واحد من اللاعبين اللي ادى مران اكثر من رائع، ايضا مران محسن، اليوباجي، أفشة، وأفشة مستر ريني فايلر اختص أفشة بحديث عقب انتهاء المران، يعني قدر يوضح يعني انت عارف لغة الكورة ولغة الإشارات بتبان يا أمير، كان بعض الأمور والتعليمات لأفشة في الاختراق من العمق والتمرير الطولي وان هو ينوع شويه من التمرير الطولي وما بين التمرير الطولي والتمرير العرضي، يعني تقدر تقول كانت جلسه ما بين فايلر وأفشة وبحضور الدكتور عمرو محب مترجم الفريق، يعني استمرت لاكثر من 10 دقائق. ثم اختتم المران بالتسديد على المرمى، كل اللاعبين ادت التسديد على المرمى، تالق فيها ياسر ابراهيم وتالق مران محسن وجونيور اجاييه وبادجي وديانج وكل اللاعبين. اقدر من يعني أمير اطمنك على حاله لعيبه النادي الاهلي، يعني لو جيت تتكلم ايضا يا امير على القايمه تقدر تقول ان القايمه هيخرج منها بس محمود وحيد وهينضم ليها علي معلول، نفس القايمه اللي الفريق خاض بيها اللقاء الاخير. لو هنتكلم بقى يا امير بعد كده يعني صلاح جمعه موجود ولا مش موجود؟ عشان ناكد على المعلومه دي، المعلومه اللي عندنا ان صلاح مش موجود، اكد لنا على الجزئيه دي يا فاروق. بالفعل يا امير صالح جمعه كان ادى مران خاص وبرنامج تاهيلي ما وضعه مستر ريني فايلر لصالح جمعه قبل المران الرئيسي للفريق النهارده. وصالح يعني انا كان ليا حديث مع صالح، انا لا ملتزم بالكلام اللي بيقول لي عليه الكوتش ريني فايلر وملتزم بالتعليمات اللي بيقول لي عليها، وانا يعني انا متشوق ان انا ارجع وعايز ارجع بالصوره. وهو الراجل يعني حتى يا امير عايز اقربك اكتر واقرب الجماهير، الراجل اتكلم مع صالح جمعه قال انا عايزك تطلع بالشكل وبالصوره صالح نفسه يرضاها عن نفسه امام الجماهير. وان انا بقول لصالح صالح انا انت واحد من اللعيبه، ويعني ده كان حديث ما بين فايلر وصالح جمعه، قال له صالح انت واحد من اللعيبه اللي انا نفسي ان انا عايز استفيد بيها، وانت عندك الامكانيات اللي انت تقدر تفيد النادي الاهلي وتفيد المنتخب المصري. فصالح جمعه النهارده ادى مران بالبرنامج التاهيلي للموضوع، وصالح ان شاء الله يكون فتره قادمه موجود مع النادي الاهلي، لكن هو امير خارج قائمه النادي الاهلي لهذا اللقاء. تمام. بالنسبه لكهربا يا فاروق، الشكل ازاي بخصوص يعني تجهيز اللاعب للمرحله اللي جايه ما بعد مباراه حرس الحدود بعد ارتفاع او رفع الايقاف عنه يعني او انتهاء العقوبه بخصوصه، هل هيكون متاح بالنسبه للجهاز الفني؟ بيشتغل ازاي في التدريبات؟ اليات تجهيزه ازاي؟ بالنسبة لكهربا يا أمير وآليات تجهيزه، في برنامج مكثف موضوع لكهربا، خلاص زي ما أنت عارف وزي ما أنت قلت يا أمير خلاص بينتهي إيقاف كهربا مع لقاء الغد لقاء حرس الحدود. الجهاز الفني عامل برنامج مكثف لكهربا، وكهربا يعني ما كانش بعيد قوي عن الصورة خلال الفترة اللي فاتت يا أمير، كان واحد من اللاعبين اللي بيأدي المران بشكل أكثر من رائع. تقدر تقول إن الجهاز الفني بيستعجل أكتر كهربا إن هو يكون جاهز خلال الفترة القادمة. البرنامج الموضوع من الجهاز الفني والمتابعة مع أخصائي الأحمال
الهلال والدكاتره في النادي الاهلي لتجهيز كهرباء ان شاء الله يكون جاهز خلال المرحله القادمه، وتتبقى مشاركه كهرباء تخضع للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر. اكيد. طيب بخصوص محمد محمود وبخصوص حسين الشحات، ايه الجديد؟ وكمان عمرو السولية عايزين نطمن عليه. بالظبط يا امير، اطمنك يعني نقدر نقول مؤشرات ايجابيه جدا، يعني كان كلامنا مع الاجهزه مع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، المؤشر الطبي والايجابي للاعبين اكثر من رائع. يعني من الممكن يا امير وباكدها لك ان المده الزمنيه اللي كانت موضوعه من قبل هتبقى اقل بكتير جدا. كويس. للاستجابه والالتزام اللي عند اللاعبين. النهارده حسين الشحات ومحمد محمود النهارده كان برنامج تاهيلي، والموضوع مع يعني خلاص في المراحل الاخيره مع الدكتور محمد النجار النهارده، كانوا بيادوا البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب. تقدر تقول يا امير خلال اسبوع 10 ايام هيكونوا موجودين ان شاء الله في التدريب الجماعي مع الفريق. ايضا عمرو السولية النهارده كان موجود بيأدي ايضا بالجري الخفيف حول الملعب بعد ما ادى وخضع لجلسه في الجيم بتاع جيم النادي الاهلي. تقدر تقول ان اللعيبه مدى الاستجابه العضليه عند اللاعبين، مدى الالتزام من اللاعبين في تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع، تقدر تقول ان هو اكثر من رائع، هيقلل بكتير جدا يا امير الفتره الزمنيه اللي كانت موضوعه مسبقا. بطمنك عليهم ان شاء الله هيكونوا جاهزين مع النادي الاهلي، تكلم ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله يكونوا موجودين في ارض الملعب ويقدر يستفيد منهم فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بمجرد خروج قائمه فريق النادي الاهلي مباراه الغد هنتواصل معاك تاني علشان نعرف قائمه الفريق للمباراه الهامه امام فريق حرس الحدود بكره في اطار السعي نحو الحفاظ على بطوله الدوري، ويعني اخذ خطوه